سلامة وايد مسرورة، وأحلى شيء للأم إنها تشوف ولدها يكبر قدامها. في أول 24 شهر من عمر الطفل دماغه يسوي 2 مليون عملية اتصال في الثانية، والنشاط هذا كله ما شاء الله يحتاج للحديد. الحديد ضروري لتطور الطفل الحركي والدماغي والمعرفي، وفي السنة الأولى من عمره بيحتاج طفلك إلى 5 مرات حديد أكثر منك يا سلامة. ومع بداية الفطام وجبات دقيقة الحبوب المخصصة للأطفال بتوفر له ما لا يقل عن 50% من احتياجاته اليومية من الحديد. وبعد ما يكبر تقدرين تعطينا الحديد من مصادر حيوانية، مثلاً 30 جرام من لحم العجل في فاصلة 71 ملغرام الحديد، و30 جرام من صدر دياي في حوالي فاصلة 13 ملغرام من الحديد. ومن المصادر النباتية ملعقة كبيرة من الفاصوليا الحمراء تعطيني فاصلة 32 ملغرام الحديد، والخضار الورقية مثل السبانخ والسرق فيها فاصلة 4 ملغرام من الحديد بكل ملعقة مطبوخة. وما ننسى نضيف فيتامين سي، وهو طبعا متوفر في البرتقال والليمون وغيرها من الفواكه. لا تنسون الحديد، مهم جدا لكم ولعيالكم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.